مرحبا، السلام عليكم أصدقائنا المتابعين. إن شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية، ورجعنا لكم بدرس جديد من سلسلة تعلم اللغة التركية من خلال حكم والأمثال. ويلي ما شاف الدروس السابقة سوف أترك رابط السلسلة في صندوق الوصف، ولا تنسوا دعمنا من خلال ضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جميع الإشعارات الدروس القادمة. والآن دعونا نبدأ بدرسنا. والمثل الأول لدينا هنا kızı bin kişi ister, bir kişi alır. Kızı bin kişi ister, bir kişi alır. البنت يطلبها ألف شخص، شخص واحد تأخذ. Kızı bin kişi ister, bir kişi alır. والمثل الثاني لدينا هنا Güneşin girdiği eve doktor girmez. Güneşin girdiği eve doktor girmez. البيت الذي تدخله الشمس لا يدخله الطبيب. Güneşin girdiği eve doktor girmez. والمثل الأخير لدينا هنا geç kalmak hiç gelmemekten iyidir. Geç kalmak hiç gelmemekten iyidir. التأخر خير من أن تغيب. Geç kalmak hiç gelmemekten iyidir. ولهون أصدقائي المتابعين بنكون انتهينا من هذا الدرس، بتمنى يكون نال إعجابكم واستفدتم منه. وإذا كان عندكم أي سؤال اكتبوه بقسم التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جميع الإشعارات الدروس القادمة. وانتظرونا بدرس قادم، وطبتم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.